انا باكد لك بالسنوات القليله جدا القادمه وتذكرني حيصير في عنا تغير جذري، حنفوت نحن على الشركات ما نلاقي سيارات عاديه. الشركات الكبيره توجهها باتجاه السيارات الكهربائيه لدواعي اقتصاديه بيئيه صحيه وكثير امور. حاعطيك هيك دليل صغير. اليوم رئيس بلدية لندن قرر انه بسنة 2030 ولا سيارة يتم بيعها بداخل لندن اللي هي من اشهر واكبر المدن بالعالم تكون تعمل على الوقود، لا بل من كم شهر قرب الموضوع ل 2025. شركة مثل مرسيدس مثلا بسنة 2022 يعني بخلال هالسنة القادمة حيتم اطلاق 10 سيارات كهربائية، 10. انت حتوصل لمرحله ربيع حتفوت على الشركه ما حتلاقي سياره تشتغل على البنزين. كيف بتعمل؟ مثل ما انت بتشحن تليفونك او هاتفك الذكي او لابتوبك، ما بده اكثر من هيك الخبريه، هي منها معقده، كسياره كهربائيه متوسطه الحجم عم تحتاج بين ساعتين لثلاث ساعات لتعيد شحن بطارياتها، وبتمشيك مشيك تقريبا 400 كيلو. بتطلع على عكار وبتنزل؟ اكثر من مره. ليه؟ فيش عادي. هلا هو له بيجي معه الشاحن الخاص، كيف انت مثلا عندك شاحن لللابتوب بيختلف عن الشاحن للهاتف وكذلك الامر، كمان نفس الشيء. وشغله ثانيه اللي عم بيستخدموها الغرب والدول العربيه انهم عم بيحطوا بالمولات والمجمعات التجاريه كمان محطات اعاده شحن، بما انه انت بتفوت تعمل شوبينج ساعه ساعتين بتلاقي سيارتك شحنت وخلص الموضوع هون. والطريقه الثانيه انت تشحنها ببيتك. السيارات الكهربائية عملية صيانتها بسيط جدا ومتينة. ليه؟ لأنه أنت ما عندك قطع ميكانيكية، لا عندك محرك تقليدي، لا عندك زيوت، لا عندك شمعات احتراق، ما عندك أي شيء. أنت صيانتك هي عبارة عن دوليب وفرامل لا غير، والبطاريات معظم الشركات عم بيعطوك 8 سنوات وأكثر ضمان عليها. يعني حبسط لك الأمور للمشاهدين، مثل صيانة هاتفك الذكي، الصيانة بتتم هي عن أبديت أو هي عن طريق تحديث السوفت وير الموجود بالسيارة. جابوا نفس السيارة اللي هي اسمها جي ال سي واستبدلوا القطع الميكانيكية والقصص اللي بتتعلق بالبنزين بالكهرباء، فصارت فعليا سيارة كهربائية، هي نفس الشكل ونفس الحجم ولكن طبعا اتقل وزن لانه البطاريات بياخذوا وزن اكثر. هلا اذا بتحطهم اثنين حد بعض وبتقارنهم كيف ما كان وكيف ما تحسبه براسك حتلاقي انه السياره الكهربائيه احسن بامتياز. حتى بالسرعه وتحديدا بالسرعه. لانه انت اليوم كسياره كهربائيه عندك التورك، التورك هو عزم السياره، عم بيكون انستنت فوري. ليه؟ لانه انت لما تدعس على دعسة البنزين او خلينا نسميها دعسة الكهرباء اللي موجوده بداخل السياره، انت بالعاده عم تنقل الطاقه من الدعسه لكف الكهرباء، وفي امور معينه يعني لازم تصير لتمشي السياره لحتى المحرك يبرم ليصير في عندك شمعات احتراق والى اخره. اما بالكهرباء بنفس الثانيه وبنفس الدقيقه بس حط اجرك دغري بتمشي السياره. السياره هو استثمار ليس فقط بدك تشتريها، انت بدك تعملها صيانه وتخليها معك كذا سنه وتحسب قديش ممكن تكلفك. إذا هتحسبها هتلاقي إنه السيارة الكهربائية بالرغم إنك عم تدفع أكثر من قيمة السيارة العادية، بس على المدى البعيد ومش البعيد جدا، ما عم بحكيك 10 سنوات، سنتين ثلاثة، هتلاقي حالك إنه أنت أرخص من السيارة العادية. فنحن لازم نستثمر على الأقل بالوقت الحاضر بتوعية الناس والمجتمع على التغير اللي جاي، ما ننطر لآخر ثانية ونرجع نستثمر بالبنى التحتية، وأكيد حنتكلف أكثر لأنه حيكون في استعجال والامور هاي. نحن لازم ناخذ خطوات جديه من اليوم، على القليل نلحق الدول المجاوره، ما بدنا نلحق الدول الاوروبيه، نلحق الدول المجاوره الخليجيه، كيف هن عم بيحطوا استثماراتهم واتجاههم بهذا الموضوع ليريحوا الناس.